صراحة هذا خبر كيحس في النفس، انه هذه مدة بس تلقينا الخبر ديال الهدم القاعة والمقهى وقاعة المسايفة. اليوم جينا على اساس انه غادي ندربوا الصباح، شنا لي لايف ديال الهدم ديال المقهى وقاعة المسايفة. اذا بينا الان كنتفاجئوا بان الدور ما مقطوع، يمكن هذا القرار اللي اتخذ كيجيني انا تيجيني زعما قرار خاطئ من البدايه ديالو. ما يمكنش انك تهدم واحد المعلمه وجزء من تاريخ ديال مدينه الدار البيضاء، جزء من تاريخ ديال نادي الوداد الرياضي. كيجمع جوج فروع، هذه القاعه كتجمع جوج فروع، كره السله ومسايفه. فرع المسايفه كيحقق الالقاب، الدراري ديالو كيمثلوا المنتخب الوطني في المحافل الدوليه، ما عندهمش الان فين يدربوا. كره السله هنا انا 20 عام وانا هنا من 2004، اما شنقول لك كيضرك خاطرك منين غتشوف بحال هذا القرار اتخذ في هذا المكان. هذا كان بالامكان انه يكون تاجيل ولا يكون اعاده الترميم ديال هذه القاعه، هذه اعاده الترميم انها جات في واحد الموقع اللي باش نقول لك موقع مهم في مدينه الدار البيضاء، يمكن الترميم ديالو يزيدوا يزينوا القاعه تجي مع المنظر ديال الحديقه. وهذه القرار صراحه تيجيني مزحف في حق المدينه وفي حق النادي. كنتمنى من الناس المسؤولين انهم يعيدوا النظر في هذا القرار اللي تخاد. والله ما نكذب عليك اخويا، انا ما عارفش، حنا جينا باش ندربوا هنايا. اصلا كاين مشكل ديال حنا ديال القاعه هذه، كندربوا فيها، كنا كنلعبوا في الكومبلكس محمد الخامس، تحيد ولينا كنلعبوا في برشيد. اخويا والله ما عارفين اخويا دابا فين غنلعبوا ولا فين غادي نتريني. وصراحه اخويا هادشي كيحس في النفس اخويا. هذه السنه ديالك مسؤولين على الشان الرياضي، يمكن الى الرياضه باش تزيد في هذه البلاد هذه، فخاصك تزيد من القاعات الرياضيه بالنسبه للدراري اللي كيديروا الهوند فولي وكره السله مسايفه. الناس خاصها باش تزيد، خاصك تكون دير اماكن فين الناس يتدربوا ويتعلموا حاجات باش تعطي للبلاد. اما اذا كان القرار ديال الهدم فكنظن بانك كتهدم معاك المواهب وكتهدم معاك الدراري، وليدات الصغار غيوليو عرضه للشارع بلاص ما يجيو يدربوا كره السله، غيبدا يمشي للجرده، ومن الجرده غيمشي لبلاصه اخرى. كنتمنى من الله هاد الناس يعيدوا النظر في هذا القرار هذا اخويا، ويكون ترميم لهاد القاعه هادي اخويا، لانها جزء من تاريخ المدينه ومن نادي ديال الوداد الرياضي.